توجد العديد من المخلوقات الغريبة في هذا العالم، بعضها نتيجة لطفرات وراثية، وبعضها الآخر نتيجة للتهجين الذي يحدث في الطبيعة، أو حتى ذلك الذي يحدث بتدخل البشر. في هذه الحلقة سنشاهد معكم أغرب 15 حيوانا يمكن رؤيته مرة واحدة كل 1000 عام. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الغزال وحيد القرن. يبدو هذا الكائن أشبه بالحصان الأسطوري المعروف باسم يونيكورن، لكن ما يميزه هو أنه موجود على أرض الواقع. تم رصد هذا الغزال من طرف أحد المصورين المهتمين بالحياة البرية، وعلى الرغم من أن الصور تم التقاطها بالليل، إلا أن امتلاك هذا الغزال لقرن واحد في منتصف رأسه هو أمر واضح. من الممكن أن ما حدث لهذا الغزال هو مجرد عيب وراثي، أو أنه فقد أحد قرنيه خلال صراع مع غزال آخر، لكن المختصين في الحياة البرية يؤكدون أن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد غزال بقرن واحد في غرينلاند. وحش الماعز. وصف الكثير من الأشخاص هذا الماعز بأنه وحش مخيف، وقد شهدت صوره انتشارا سريعا على شبكة الإنترنت. لكن في الحقيقة فإن هذا الحيوان ذا المنظر الغريب والذي يتميز برقبة طويلة وجبين بارز وعضلات قوية هو مصدر فخر في العديد من البلدان، وهو معروف باسم الماعز الدمشقي. يقع الموطن الأصلي لهذه السلالة النادرة في كل من سوريا ولبنان، وهي تتميز بجودة حليبها الغني بالعناصر الغذائية. أما مظهرها الغريب فقد حصلت عليه نتيجة لتزاوج متتال لأصناف مختلفة من الماعز، مما جعل هذه السلالة تحصل على كل الصفات الوراثية لبقية السلالات. الجندب الوردي. من النادر رؤية جندب وردي، السبب في ذلك هو أن اللون الأخضر للجنادب يساعدها على الاندماج مع بيئتها، ولذلك فإنها لا تملك أي دافع للتخلي عن هذا اللون، وقد يكون ما نراه الآن نتيجة لطفرة وراثية أصابت الخلايا المسؤولة عن اللون لدى هذا الجندب. لكن بعض الباحثين لديهم فرضية أخرى، حيث يعتقد أن الجينات الخاصة بهذه الحشرات بدأت بالتطور لتعطيها ميزة جديدة تساعدها على النجاة، وتلك الميزة متمثلة في لونها الوردي، حيث إن الحيوانات التي تفترس الجنادب عادة ليست معتادة على تناول كائنات وردية اللون. وبالتالي يرى الباحثون بأن هذا اللون هو آلية دفاعية جديدة بدأت الجنادب بتطويرها حديثا. جنين القرد البشري. قد تكون هذه التجربة الأغرب على الإطلاق، وعلى الرغم من أنها تلقى معارضة كبيرة من طرف المتمسكين بأخلاقيات العلم، إلا أنه قد تم إجراؤها بالفعل في أحد معاهد علوم الأحياء بكاليفورنيا. تقوم هذه التجربة على تهجين أجنة القردة بخلايا جذعية بشرية، ووفقا للنتائج الأولية فقد تمت العملية بنجاح وشملت 3 أجنة، حيث نمت تلك الأجنة وتطورت داخل أطباق بثرية في المختبر. وقد عبر القائمون على التجربة عن حماسهم الشديد لما يمكن لهذه التجربة تقديمه في مجال توفير حيوانات هجينة مناسبة لإجراء التجارب الطبية بدلا من إجرائها على البشر. الدجاج العاري. هذه الدجاجات عارية لسبب ما، وما يحدث ليس نتيجة لطفرة وراثية بل إنه من عمل الإنسان. رأى المزارعون بأن هذه الطريقة ستساعد على إنتاج الدجاج بتكاليف أرخص وأكثر ملائمة، كما أن جعل الدجاج بدون ريش لم يتم بتعديل الجينات الوراثية في المختبر، بل إنه تم بطريقة طبيعية على مدار 50 سنة متتالية. والنتيجة هي هذه السلالة التي لا يغطي الريش جسمها وتستهلك قدرا أقل من الطعام للنمو، كما أن تحويل هذا الدجاج إلى لحوم قابلة للاستهلاك لا يحتاج لتضييع الكثير من الوقت لنتف الريش، ولذلك يمكن القول بأن هذه السلالة تخدم الأهداف الاقتصادية للمزارعين. سلحفاة ذات رأسين. ولادة حيوان برأسين هو أمر نادر جدا، لكنه يحدث وخاصة مع الزواحف. أما الحالة التي سنتحدث عنها اليوم فهي سلحفاة مائية لها رأسان متصلان بجسد واحد. قد تبدو الحيوانات المصابة بهذه الطفرة في حالة جيدة في الأيام الأولى من حياتها، لكن الأمر المؤسف هو أنها تعيش لعدة ساعات فقط. أما هذه السلحفاة فقد خالفت كل التوقعات، حيث استطاعت الصمود لأسبوعين كاملين وهي تتغذى وتتنفس بواسطة الرأسين في نفس الوقت. الضفدع الأرجواني. تعيش هذه الضفادع في الهند، وقد تطورت بشكل مستقل عن بقية الضفادع منذ أكثر من 100 مليون سنة،
مظهرها مختلف تماماً، وذلك بسبب جسدها المنتفخ وعيونها الصغيرة. كما تشير بعض الدراسات بأن الموطن الأصلي لهذه الضفادع هو سيشل. أما الحقيقة المثيرة للاهتمام فهي أن هذه الضفادع تظهر لبضعة أيام فقط كل سنة، وذلك عند هبوب الرياح القوية، في حين تقضي بقية أيام السنة مختبئة في المزارع والغابات. اللايجر. هذه الحيوانات الثلاثة هي قطة برية هجينة ناتجة عن التكاثر المختلط على مستويات متعددة في أوقات مختلفة من التاريخ، وتعرف أيضا بأنها الجيل الجديد من القطط البرية الكبيرة. إنها مزيج من النمور والأسود، وبما أن هذه الحيوانات لا تعيش في نفس المناطق فمن الأكيد أن الإنسان كان مسؤولا عن عملية التهجين، وهي عملية لا تصب بأي شكل من الأشكال في مصلحة الحيوان، بل إن البشر قاموا بها للحصول على حيوانات جديدة تجذب المزيد من الزوار إلى حدائق الحيوانات. كما أن معظم هذه القطط المفترسة تموت في سن الشباب. وقد أكدت الدراسات الحديثة بأن القطط الناتجة عن التهجين ليست عقيمة، فهي قادرة على التكاثر وإنجاب نسل مشابه لها. كما أنها أكبر القطط البرية عبر التاريخ، فهي أكبر من النمر ذي النابين وأسد الكهوف اللذين عاشا قبل آلاف السنين. هجين الغنم والماعز. هذا الكائن الصغير ليس خروفا وليس جديا، بل إنه مزيج من الاثنين. نجاح العملية نادر للغاية، والنتيجة هي حيوان سليم يتمتع بمظهر لطيف وصحة جيدة. ورغم أن العديد من المشككين يقولون إن هذا الحيوان هو مجرد جدي عادي، إلا أن حديقة الحيوانات التي ولد بها أجرت تحاليل الحمض النووي وأكدت أنه حيوان هجين ما بين الماعز والغنم. وإذا أردتم رؤيته فكل ما عليكم فعله هو زيارة حديقة الحيوانات في ولاية أريزونا الأمريكية. الكاما. هو حيوان هجين ما بين الجمل واللاما، وقد تصدر هذا الحيوان الصحف الدولية بعد أن ولد لأول مرة عام 1998. ويتميز الكاما بعمره الطويل مقارنة بعمر الجمال وحيوانات اللاما، كما يتميز بأن لديه قدرا أكبر من الصوف الذي يغطي جسمه مثل حيوانات اللاما. أما مزاجه فهو هادئ جدا مثل مزاج الجمل، مما يجعل التعامل معه سهلا وعديم الخطورة. سداسي الأرجل. تم العثور على هذا الأخطبوط العجيب من طرف علماء الأحياء، وما أثار انتباههم هو أن لديه 6 أطراف فقط عكس الأخطبوط العادي الذي يملك 8 أطراف. في البداية نقل الخبراء الأخطبوط إلى المختبر لعلاجه معتقدين أنه يعاني من إصابة جعلته يفقد طرفين، لكن بعد إجراء التحاليل اللازمة تأكد الجميع بأن الأخطبوط لا يعاني من أي إصابات وأنه خلق بـ6 أطراف فقط. وعلى الرغم من أن العديد من المصورين المهتمين بالحياة البرية يؤكدون أنهم شاهدوا من قبل حيوانات أخطبوط لها 6 أطراف، إلا أن العلماء لا يأخذون تلك الشهادات بعين الاعتبار لعدم وجود أدلة تؤكدها. أما هذا الأخطبوط فيرجح العلماء أنه حصل على 6 أطراف فقط بسبب طفرة وراثية. القرش الأبيض ذو العين الواحدة. أحدث هذا القرش ضجة كبيرة بعد أن تم اكتشافه، حيث انتشرت صورته عبر مختلف وسائل الإعلام عبر العالم. وبعد أن تم فحصه من طرف الخبراء تبين أن لديه نسيجا بصريا وظيفيا واحدا مرتبطا بتلك العين، وهو ما يعني أن بإمكانه الرؤية بشكل سليم. أما لونه الأبيض فقد حصل عليه بسبب طفرة وراثية معروفة باسم طفرة ألبينو، وهي طفرة تصيب الجينات المسؤولة عن صنع البروتينات اللازمة لإنتاج صبغة الجلد، مما يجعل الحيوان المصاب بها أبيض اللون. وبالعودة للحديث عن العين الواحدة، فيجب أن نذكر بأن ذلك يمكن أن يكون سببه طفرة وراثية أخرى معروفة باسم السيكلوبيا، وهي الطفرة التي يملك كل المصابين بها عينا واحدة فقط، ويمكنها أن تصيب مختلف الكائنات الحية بما في ذلك البشر. سمكة بدون رأس. تم رصد هذا الكائن البحري النادر والغريب بالقرب من شرق القارة القطبية الجنوبية. جسده يشبه جسد دجاجة مقطوعة الرأس، وهو في الحقيقة ليس نوعا من الأسماك، بل إنها سلالة من خيار البحر معروفة باسم إنيبنياستس. الغريب في الأمر هو أن هذه السلالة لم تتم ملاحظتها في هذه المنطقة من قبل، فهي لا تنتمي لهذا النظام البيئي. في العادة تتواجد هذه الكائنات بالقرب من خليج المكسيك، ولحد الآن لم يفهم العلماء كيفية قطع أحدها لكل هذه المسافة ووصوله إلى القارة القطبية الجنوبية. الحيوانات المتوهجة. لابد أنكم شاهدتم من قبل حيوانات قنديل البحر وهي تتوهج في الظلام، لكن هل يمكن للأرانب أن تفعل ذلك؟
قام فريق من الباحثين في جامعة إسطنبول بمساعدة باحثين من مختلف الجامعات التركية بإجراء هذه التجربة المميزة التي تهدف لتوضيح فكرة واحدة، وهي أن تقنية التلاعب الجيني تعمل بشكل جيد وناجح مع أصناف مختلفة من الكائنات الحية. والنتيجة تمثلت في هذين الأرنبين اللذين يشعان باللون الأخضر أثناء تواجدهما في الظلام. صحيح أن توهج الأرنبين غير مفيد لهما من الناحية العملية، كما أنه لا يؤثر على صحتهما سواء بالإيجاب أو السلب، لكن الباحثين يرون بأن نتائج التجربة مفيدة جدا في تطوير علم التهجين والتلاعب الجيني في المستقبل. وأخيرا، الزرافة ذات العنق الملتوي. يعيش ذكر الزرافة الذي نراه الآن بعنق ملتو منذ فترة طويلة، ويعتقد الباحثون أن سبب التواء عنقه يمكن أن يكون عيبا وراثيا أو حادثا تعرض له في الأشهر الأولى من حياته. الجدير بالذكر هو أن ذكر الزرافة يعيش حياته بشكل طبيعي في محمية للحيوانات دون أن يتسبب له ذلك الالتواء في أي مشاكل، لكن العلماء يؤكدون بأنه لن يكون قادرا على التزاوج لأن ذكور الزرافة يتصارعون بواسطة رقابهم لنيل إعجاب الإناث. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.